عناوين أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15 من شهر المحرم سنة 1439 هجرية. سيد أمير معكم في الأخبار الهجرة مباشرة من قناة الهجرة بكوالالمبور.